السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء نعزي حيانا وإن شاء الله نحتسبه عند الله من الشهداء بإذن الله سبحانه وتعالى. سوق خميس مشيت المملكة العربية السعودية كما تعلمون جميعا. هذا السوق الكائن في جنوب المملكة العربية السعودية. نتكلم عن الحمام، نتكلم عن الدجاج، نتكلم على كثير من الطيور والحبات الحيوانات. هذا كوكتيل الله مبارك وزيد، فهي نفس الأسعار موجودة دائما، يبدأ 250 ريال سعودي وكما قلت 500 درهم مغربية. ما شاء الله. كذلك الحمام، الحمام موجود بكثرة هنا. المرجو من الإخوان اشتراك في القناة ودعم القناة حتى يصلكم كل جديد. فعل خاصية الجرس حتى يصلك كل جديد. هذا نوع آخر من الكوكتيل. سبحان الله لله في خلقه شكرا. الجاوة زيبرا هنا بعد دجاج. زيبرا 30 ريال يعني 60 درهم. الرز، طعم الرز، الرز هذا 250 كذلك، وهذا الأخضر 300، 600 درهم مغربية. يعني الدجاج موجود بكثرة يا اخوي الكرام. كما قلت دائما هذا الفيديو امتداد لفيديو امس، لان السوق يفتح يوم السبت فقط، فلا يمكن، الجوال ذاكرته صغيرة. أحاول تقسيم الفيديوهات حتى لا يتم، لا يعلق الجوال التعليق بلوك. ما شاء الله. دجاج مولود بكثرة ما شاء الله. Thank you.
تمام على نب هذا الوبر. سبحان الله. الباجي موجود بكثرة حتى الباجي. الدجاج سبحان الله الدجاج هذا. الدجاج موجود بكثرة يا أخوي الكرام كما تلاحظون ما شاء الله أعداد كبيرة جدا. فاعذروني يا إخواني الكرام فالمزاج لا يسمح بصراحة، ولكن أحب هذه الهواية فأصور فقط. أعتذر من الجميع. السلام عليكم. كيف الروم؟ سبحان الله. العنبر. حمام العنبر. يبدأ من 140 ريال على الزوج، 208 درهم مغربي. ما شاء الله تبارك الله. هذا الحمام الشامي سبحان الله. القفص الصغير وليس الكبير. يعني هنا هذه كتاكيت صغيرة يعني 20 ريال 40 درهم مغربية. هناك ترى في هناك بعض الدجاج يبدأ بخمسة ريال يعني 10 دراهم مغربية، ولكن بالجملة عليك أن تشتري يعني عدد كبير. كلما كان العدد كبير كلما كان أرخص. هذا لمن يحب تربية الدجاج. ما شاء الله هذه النباتات لمن يحب النباتات. ما شاء الله سبحان الله. سبحان الله الورد الياسمين. الدجاج بكثرة بسرعة بكثرة. الدجاج موجود. الدجاج بكثرة.
أنا الروز و الباتشي. ما شاء الله بصراحة. الله مبارك. هذا البراهما أخوك لون أسود. سبحان الله، هذه بعدها تصل 300، يعني 600 درهم مغربي. سبحان الله. هذه حبة كناري. الروز. سبحان الله. ما شاء الله على صاحب هذا القفص، يعني أعداد كثيرة ما شاء الله. الله مبارك وزين. هذا سرب ما شاء الله، أكثر من 100 حمامة هذا على الأرض. وهنا الفوق، لاحظ الفوق، سبحان الله ما شاء الله تبارك الله. الدجاج ما شاء الله. الله يبارك وزيد. تبدأ هنا 40 ريال، 80 درهم مغربي. الوز إخواني الكرام فوائد كثيرة في بالنسبة للناس يمتلكون المزارع، فالوز مفيد جدا. الوز أخي ينظف التربة من العوالق، هذه معلومة على كل إنسان يعلمها. سبحان الله ما خلق شيء عبث. الوز، الدجاج، هذه السمان 15 ريال، يعني 30 درهم مغربي على الفرق. كتاكيت.
فالبعض لا يعرف فوائد الوز. ما هي فوائد المزارع؟ الوز هو الذي ينظف التربة من العوالق، من الديدان، ومن النباتات الغير نافعة بالنسبة للناس الذين يمتلكون المزارع. لماذا؟ لأنه هو يحب الأماكن الرطبة، الأماكن الموجود بها المياه. تلقاه يعني يبحث في المياه، يعني يأكل الديدان، يأكل الحشرات، الخنابس، وكذلك حيوان القنفذ. حيوان القنفذ ينظف التربة كذلك من العقارب والخنافس والبرص. لمن لا يعلم يعلم فوائد القنفذ سبحانه، كما قال الله سبحانه وتعالى: كل شيء وضعناه بقدر. سبحانه هذا السماء الله. مران الأرانب، هذا مختص الأرانب، هذه أرانب هذه أرانب مستورة، هذه فرنسي، هناك الألماني، الفرنسي والأبيض ذوي العيون الحمراء ألبينو. لأني أنا بالنسبة لي ما شاء الله. أنا بعد الحبات من الأرانب تصل إلى 200 ريال، يعني 200-400 درهم مغربي، الدجاج من 15، يعني 15-30 درهم مغربي. ما شاء الله، تحياتي للجميع أخواني الكرام، نرجو دعم القناة. أخي لن تخسر شيء إذا فعلت خاصية الجرس أو إعجاب، واترك لنا تعليق. وكما قلت، السوق يفتح يوم السبت فقط. تحياتي للجميع، دمتم سالمين. إلى الملتقى إن شاء الله، وإلى فيديو آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.